finir très mal. Alors, je vais simplement dire, tout à l'heure, j'ai vu, Luna nous a présenté un mot très important des jeunes, où ils ont dit « rien sans vous ». Et à votre nom, en votre nom et au nom de leur joyeux, nous allons leur dire ensemble « ça sera jamais rien sans vous ». Vraiment, je le « tahaja blabina » ou « ananguliko tahaja blabiko ». Je vous remercie. Juste madame, madame Naïma, je voulais vous dire une chose. Tout à l'heure, on a... Ahsen Mikael, le passage par les centres, par l'heure joyeuse, on voit le natif d'aller à l'Ahsen Mikael. Ça, c'est magnifique. جمعيتي بلادنا وهنا كنشكر الاوطون ديال بلفيدير كنستاف مدام لولا شكرا جزيلا مدام اميمه شكرا استاذ غفير للاسف الشديد ما بغيتش ديالها هو اللي سماني سميت جمعيه بلادنا شكرا جزيلا الاستاذ غفير محمد وكان معنا في المواكبه الو حنا جمعيه بلادنا حنا عندنا واحد المركز في الحي الجميل وعندو مجموعه من التخصصات عندو صنع الحلويات كنديرو تكوين مربيات كنديروا التكوين ديال الفان ميلاج وكنديروا الدعم السوتيان كيفاش كنقنعوا هذوك الناس حنا كنخدموا في الطيره كنخرجوا عند الناس وما كيجيو عندنا وكنمشيو للمدارس كنديروا علاقات حتى المركز ديالنا ما بقاش كيخدمنا واخا مركز كبير شحال فيه من بلاصه ما بقاش كيخدم هذاك اننا كنخدموا كنحفروا عمل شغل وتا العمل ديال العين السبع مشكوره وقطعت عليه سبع ايام تخدم معنا كنحاولوا بحال دابا مثلا صنع الحلويات كاينه امراه كتعرف ملي كنقول لك الحي الجميل كنقول لك سكن اقتصادي وملي كنقول لك سكن اقتصادي كنقول لك البطاله ملي كنقول البطاله كاينه الاميه فهمتي يعني هنا كنخدموا في هاد لي زون اللي فيهم هاد المشاكل اللي خصك حتى تكون وسطها وتكون ولد المنطقه وخصك بحال دير الصبر ديال باش تمشي مع هذوك الناس يعني باش كنجيبهم باش كنقنعو وباش كتقنع مثلا واحد المراه اللي مثلا راجلها كيخدم سيكوريتي وكتقول لها انت راه بامكانك اللي عندك تخرج الدب وكتعلميها واحد الحرفه وكتمشي تخدمي في الانترنيت وكدير ليها هي ما عارفاش وكدير كتجيبي ليها ناس يخدموا عندها الحلوى وكتولي هذا ماشي غير قصه الحلويات بالنسبه لتكوين المربيات ماشي غير تكون عندها الباك وتمشي تقري في المدرسه بكيبي كنديرو حتى دوك المربيات اللي عندها الدار ديالها بحكم مثلا الحي الجميل فيه بزاف المصالح حنا كجمعيه اش كنديرو كنكونو دوك المربيات وكنمشيو عند دوك المصنع رب المصدر كنقولو حنا جمعيه غادي ناخذو دوك العاملات اللي عند والدي صغار وكيخدمو عوض يقلبو على لي كريش راه كاينه واحد السيده اجي بهاد لي كونديسيون وتا هادوك الوليدات اللي ما كيكونوش الشباب اللي ما خدامينش كنحاولو نديرو ليهم واحد بحال واجبو لي كوش وكنخلصو يعني حنا كنحاولو نديرو تكوين وخلق فرص الشغل حنا اطار حنا مجموعه من النساء حنا جمعيه نسائيه كلها هي نساء مثقفات كلهم تعليم اكاديمي هو اللي كيسير الجمعيه وحنا حنا في خدمه الوطن وكنعاود نشكر مدام بلهيبه كنعاود نشكرها سي غراس ا ال جو سوي لا اخسر تفكوا على هاد السيده Mais ça droit, la prochaine fois. Après, voilà. Je vais te dire que Nadia, elle a le charme de nous dire. C'est beau, c'est magnifique. J'ai les larmes aux yeux parce que c'est trop fort. C'est grâce à elle. تبارك الله عليك صحة خذ هاد البلاد صراحة اللي كيتفرجوا فينا هاد البلاد خاصها الناس حالها هادو خاصها الناس اللي يخدموا البلاد الناس اللي يبنيو ولاد بارك الله فيك داكشي ديال الفيسبوك وانستغرام الخاوي ها العام فينا خير غادي نمشيو نهضرو مع السي جمال تجديد اللي هو رئيس جمعية تاج الخير كيدير تاج الخير واش ديال الذهب ولا تاج الخير سان جوليو ديال الاسوسياسيون alors Thomas, quelle est la spécialité de la compagnie Alors, nous sommes en train de faire
اول حاجه اللي درنا هي شفنا واحد العلاقه مع 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 الناس اللي هنا كاينين فيهم يعني في المنطقه اللي كاينه هنا فيها دونك اللي درنا بزاف ديال التدخلات اللي خلات ان الناس يثقوا فينا ويعطيونا واحد الاهتمام يعطيونا واحد الراي ديالهم لي بوزوان ديالهم هذا الشيء هذا كيجلبني الشكر ديال جمعيه سعد فرح اللي كنشكرها على مشروع المشاركه بالمواطنه بيسك هذا المشروع هذا جاء دراسة ديال حاجيات ديال الشباب ديال الساكنة في نفس الوقت كيهضر على حاجيات ديال الجمعيات هادو يعني جوج كفات دونك برافو لجمعية سعد فرح أنها بدات توازن ما بين هاد جوج كفات نقدر عاوتاني نهضر على الاكسبيريونس ديالي بوجود لو فويوز لو فويوز صراحة بحال واحد البولا اللي شعلات في الطريق ديالنا حنا كشباب ديال الجمعية وفيت انا كنمثل هاد الشباب اللي معايا في الكيب ديالي حنا اصلا ماشي ناس اللي التكوين ديالنا جمعوي حنا غير متطوعين غير دافع ديال الحب للوطن الغيره على هاد البلاد الحاجه اللي تخلينا اننا نزيدو بالذات قدام هي اللي خلاتنا نحطوا ايدينا في هاد المجال هذا الجمعوي وفيت جمعيه سعد فرح تحت لينا الفرصه اننا نطوروا الكفاءات ديالنا من خلال لي زاتولي اللي كنا كنشاركوا فيهم دونك هذه حاجه زوينه كنتمنى الله ان يكونوا مبادرات بحال هادو في المستقبل بس حنا ما غاديش نحبسوا مازال خصنا نتعلموا لان شاك فوا خصنا نتعلموا حاجه جديده خصنا يعني يكون عندنا معارف جديده باش نقدروا نجاوبوا على الاحتياجات ديال الساكنه وحاجه اخرى ان جمعيه سعد فرح خرجت من النطاق الكلاسيكي للجمعيات ومنى محجير مسؤوله على العمليات في جمعيه سعد فرح مشروع مشاركة مواطنة للشباب المنحدرين من أحياء مهمشة هو واحد المشروع اللي كيدخل في إطار برنامج مشاركة مواطنة المدعوم والممول من طرف الاتحاد الأوروبي هذا المشروع جاء إطر واحد الشراكة بين مجلس الوطني لحقوق الإنسان المكتب هيئة الأمم المتحدة لدعم المشاريع وكذلك وزارة الدولة مكلفة بحقوق الإنسان والتنسيق مع البرلمان هذا المشروع جاء عند واحد الهدف عام اللي هو المساهمة في الحد من أوجه الإقصاء السوسيو اقتصادي للشباب وكذلك كيتوفر على جوج ديال الأهداف خاصة أن الهدف الأول هو مواكبة 300 ديال الشباب في الاندراج في الحوارات العمومية والنقاشات يعني المؤسساتية عن طريق المواكبة للتكوين والإدماج السوسيو اقتصادي وكذلك الهدف الخاص الثاني كيدخل في إطار مواكبة ودعم 10 مؤسسات المجتمع المدني يعني 10 جمعيات أحياء على مستوى الدار البيضاء هذا المشروع يعني كيتم الاشتغال عليه على مستوى 3 دوائر ترابية عمالتين وإقليم عمالة عين سباحي المحمدي عمالة عين شق وإقليم النواصر في إطار هذا المشروع قمنا بواحد العدد من الأنشطة اللي كيشملوا يعني الإدماج الفعال للشباب والجمعيات وبدا هذا المشروع يعني بدراسة حاجيات الشباب والحاجيات الترابية وتعرفنا عن طريق هذه الدراسة اللي تمت بشراكة مع واحد مكتب الدراسات واللي تم الانخراط فيها أكثر من 90 ديال الشباب اللي عبروا على الحاجيات ديالهم وكذلك مكونات هذا التراب هذا العمالتين والإقليم اللي عبروا على الحاجيات ديال الشباب وكذلك تعرفنا على شنو هما الخدمات اللي كيوفرها كل واحد من هاد يعني هاد 3 دوائر ترابيه وبعد هذا الشيء قدرنا نخلصوا بواحد لقاءات موضوعاتيه لمناقشه هاد الحاجيات مع الشباب كل وحده من هاد الدوائر وعن طريق على اثر هاد اللقاءات قدرنا نخلصوا مع الشباب بواحد دوسي دو ريفونديكاسيون اولا ملفات مطلبيه وعلى اثرها قدروا يديروا واحد لو بلان داكسيون اولا خطه عمل من اجل تغيير المحيط ديالهم والمعاش يعني التغيير يجي من عندهم
كذلك عن طريق يعني على اثر هذا التعبير على الحاجيات ديال الشباب قدرنا حنا ومؤسسات المجتمع المدني اننا نتعرفوا على ثلاثه الحاجيات ديال الجمعيات في اطار تكوين وتقويه مهارات. مثلا على مستوى عماله عين شق كان التعبير ديال الجمعيات على الحاجه ديالهم في التكوين في كل برامج مواكبه الشباب لرياده الاعمال، وكانت الفكره جات من برنامج انطلاقه. مثلا على مستوى عماله عين سباحي المحمدي كان واحد يعني تكوين في كل ما يخص البناء وتاسيس المشاريع الاجتماعيه. وفي الاخير على مستوى اقليم النواصر كانت الحاجه المعبر عنها من طرف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني هي التاسيس المالي والاداري للجمعيات. دونك هذا التكوين ديال مؤسسه المجتمع المدني باش يقدروا يجاوبوا احسن بشكل احسن على حاجيات الشباب جا باش يقدر يعني يشتغل مع الشباب يدا في يد. وعلى اثر هذا الشيء كامل قدرنا نخلصوا ببناء واحد المنصه تفاعليه اللي هي لو بروميير لينكد ان اسوسياتيف في المغرب اللي كيلتقيو فيه الجمعيات وكنديروا لا ديموكراتيزاسيون دو لاكسي على لانفورماسيون، يعني دمقراطه الحق في الحصول على المعلومه، بحيث انه هذه الجمعيات غيكونوا كيتقاسموا واحد العدد من المعلومات لي زابيل ا كانديداتور لي زابيل دوفر يعني المخرجات ديال يعني مجموعه من الدراسات الى اخره. اليوم حنا كنتواجدوا في لو سيمينار دو كابيتاليزاسيون ديال هذا المشروع، بحيث انه كيتواجدوا معنا هيئات حكوميه وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الشركاء ديالنا في المشروع، وبيان سور والاهم الجمعيات ديال الاحياء، والاهم هما الشباب. اليوم هذه الجمعيات وكذلك الشباب قدروا انهم يقدموا الملفات المطلبيه ديالهم في اطار لو بليدوايي اسوسياتيف اللي قدرنا نشتغلوا فيهم معهم. شكرا. والإدماج المجتمعي للنساء والفتيات والأشخاص بصفة عامة في وضعية صعبة. حنا خدينا البرنامج من عند السيدة العاملة ملي كانت فوزية الأنصار، وحنا بادين إلى يومنا هذا. تحية لها والله يجيب لها الشفاء في هذا النهار إن شاء الله بإذن الله. جمعية الأنوار باش تعرفوا علينا، أنا رئيسة جمعية الأنوار. الأنوار عندها ثلاثة ديال الفروع، بن مسيك، مولاي رشيد، عين الشق. أنا رئيسة ديال الجمعية الأم. تنخدموا في بزاف، هي جمعيه اجتماعيه وطنيه محضه. تنخدموا باش نعرفوا، لان ما يمكنش نهضر على المنصه وانا ما غاديش تعرفوني شكون. حنا تنخدموا في بزاف المسائل، يعني بحال كنقولوا الصنايع ورزاق ما ضيعش، حقاش عندنا اجرنا مع الله سبحانه وتعالى، ومساعد سعد الفرح، ومساعد جمعيات اخرين، ومساعده الناس اللي كيحبونا، ومساعده المجتمع المدني. حنا تبارك الله كبر وغنبقاو كبر ان شاء الله بمساعدتكم. كنخدموا عندنا مركز ديال الاستماع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف، وهذا كنقدموا لك استاذه، حنا باغيين المساعده فيه وبغينا اللي يسمع معنا ويتعاون معنا جميع الشركاء. وعندنا لافاس باش نخدموا هذا المجال، وعندنا القريحه، وعندنا المواطنه، وعندنا كل شيء باش نخدموا في هذا المجال. وانا كنشكر هذا المنصه اللي جات لهنا في المشروع ديال المواطنه ومشاركه المواطنه، هذا فرحه ليا كبيره انني نحضر هنايا ونهضر على الجمعيه ونهضر على جمعيه سعد الفرح ونهضر على مشروع المواطن مشروع مشاركه المواطنه، الجهد اللي داروا فيه الفريق ديال سعد الفرح. انا كنشكر الفريق كامل بدون استثناء، لا الناس ديال بلفيدير، لا الناس ديال سيدي معروف، لوريكي، مجيد، اميمه، حيت خدمنا معاهم كاملين. انا نعطيك التاريخ، خدمنا في برنامج مع مدام لوريكي، خدمنا معها في اطار مسائل الانشطه الثقافيه والاحتفالات الدينيه والوطنيه في داخل المركب، وتنشكرك من هذه الناحيه لانني كتمثلك. خدمنا معها في اطار المقاول الذاتي، انك نجبنا شركه ديال سماب ديال مسيو زغلول شي حاجه واحد قصراوي فوالا، كنا خدمنا تما في المقاول الذاتي وكانت نتيجه رائعه، ان الناس 50% اللي اندمجوا في اطار المقاول الذاتي غاس سعد الفرح ومدام نوريكي. جينا عاوتاني خدمنا معاهم في اطار مع مدام اميمه في رياده الاعمال، واخيرا مشروع مشاركه المواطنه، وحنا كنفرح بزاف، فرحانه بزاف لان هذا المشروع هذا حلينا واحد الباب ديال الشراكه. تصور حنا جمعيه كنخدموا من 2010 مع سعد الفرح، واول مره تتفتح لنا هذه الباب. السلام عليكم، معكم ناديه مريم، رئيسة جمعية بلاد الأعمال الاجتماعية داخل عمالة تراب عين سبع الحي محمدي. مشاركتي هنايا في إطار مشاركة مواطنة مع لور جويوس سعد الفرح.
لي سيمينار اللي كنحضر ليه هو هنايا كيفاش توجدت هذوك التكوينات اللي درنا مع ساعه الفرح في اطار مشاركه مواطنه. وهنا اننا حنا كجمعيات كناقصنا بزاف كيفاش نعملوا ميدانيا، وبفضل هاد التكوينات اللي داروا لنا مشاركه مواطنه كيفاش كنبلونطي ان بروجي، كيفاش كنصاوب بروجي، كيفاش يكون عندي اهداف ومنجزات، كيفاش نقلب على دي سبونسور. كانت شويه واحد الحوايج كنا كنخدمهم بعشوائيه، ولكن بفضل هاد التكوينات وهاد هاد المواكبه عرفنا، انا كرئيسه جمعيه بناتنا عرفت كيفاش انني خصني نصاوب مشروع، كيفاش نحدد اهدافي، كيفاش نقلب على ممولين، وكيفاش ندرس ميدانيا هذيك الناس شنو باغا عندي في المنطقه ديالي، كيفاش انني هذوك الاهداف ديال الساكنه ديالي كيفاش نوصل لها عن طريق الساكنه. وهذا كان كينقصنا حنا كجمعيه، كنا كنخدموا ولكن كانت بحال كتنقصنا الاحترافيه. فبفضل هاد التكوينات تكوننا مزيان ولات عندنا واحد النوع من الخبره واحد التمرس في ميدانيا. انا بالنسبه لي انا كنت ممكن نذكر الطفوله دي، انا بالنسبه لي كنت كنعيش في واحد وسط عش اللي هو الكاريان، وكنت هذيك صغيره شويه يعني كانت عندي واحد 15 عام، وكانت ساعات الفرح كتعامل مع الاحياء المهمشه، وكانت كدير لنا الرياضه ولا دونس ولا التياتر. الو كان اللقاء ديالي مع مدام بنهيمه، كنت من الناس اللي قدمت لها واحد الجمعيه كانت دايره معايا جمعيه جو مغابيل بلومو، لقيتها قالت لها واخا الطفله راه التلميذه زعما، وبقات كتهضر معايا يعني كيفاش خصني نطور انا. وديك الساعه كنت يلا في بدايه الانحراف وفي المراهقه، وبقات كتواكبني هاد ساعات الفرح وكدير معايا، وصيفطت ليا في هذاك الفتره واحد الطبيب نفسي. من تما يعني حيدت على الانحراف وتبعت قرايتي، وانا الان كندير استاذه ديال التعليم الثانوي استاذه فلسفه، واستاذه متدربه في الجامعه، وعندي الدكتوره ديالي في علم الاجتماع، والحمد لله. يعني هذا لقاء كان لقاء اعتراف بالعرفان، هو لقاء عرفان. Leïla Benima Chérif, présidente de l'association L'Heure Joyeuse. Nous sommes réunis aujourd'hui sur la capitalisation du séminaire Mouchareka Mouatina des quartiers défavorisés, des jeunes dans les quartiers défavorisés de Casablanca. C'est un programme soutenu par l'UNOPS, financé par l'Union européenne. Et dans ses objectifs, c'est de permettre aux jeunes de poser. C'était de permettre aux jeunes de poser leurs problématiques, les problèmes qu'ils rencontrent, les contraintes qu'ils ont dans leur cité. Nous avons travaillé sur trois territoires, la préfecture d'Ainjok, la préfecture de Hensberg et la province de Noisseur. Nous avons touché 10 associations de quartier, 100 jeunes qui se sont donc associés à ce programme, et nous en avons tiré des conclusions. En particulier la conclusion de mettre en communication, d'accueillir, d'écouter, d'échanger et de trouver des solutions. Ce que fait déjà l'Heure Joyeuse au niveau de ses cellules d'orientation et d'insertion professionnelle, en particulier dans le renforcement des capacités pour les jeunes qui se rendent dans nos centres. Vous l'avez vu, dans ce séminaire de capitalisation est sorti quelque chose de formidable, qui est une plateforme digitale qui permet aux associations de s'inscrire, d'échanger sur les bonnes pratiques, d'être connues et reconnues, de pouvoir travailler ensemble, bénéficier des opportunités qu'il peut y avoir pour les associations, apprendre à monter des projets. C'est un LinkedIn gratuit pour les associations, en particulier les petites et les grandes associations, ce qui va permettre d'arriver à dépasser les contraintes qu'ont les jeunes dans leur cité, dans leur quartier, et ce qui va permettre demain d'améliorer la participation citoyenne et l'esprit civique de nos jeunes dans nos villes.
est-ce que vous avez une imagination dans le futur? Enfin, ce que je prévois dans l'avenir. Ah ouais. Oui. Mais dans l'avenir, ce que nous espérons, c'est que nous touchons à divers ODD. Nous espérons pouvoir accueillir, écouter plus de jeunes, faire les former en renforcement de capacités, d'accord. Surtout aussi leur proposer des formations et leur proposer aussi de l'employabilité. Et nous travaillons aussi sur la possibilité de l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. شكراً على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو، اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.